عيون جل مغمرات يا حي مركب الذلايل. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل في كل مكان بحضراتكم، حيث نسير الى البدايه مع بدايه اشواط الانتاج والمنتجين في منافسه شيقه تحملها لنا هذه الفئه العمريه من منافسات السباقات الاصليه ومن منافسات السباقات المعروفه في ميادين السباق، حيث الجميع ياتي مشاهدينا الكرام هنا مرافقا لحظات الانتاج الجميلة لهذه الفئات العمرية، كذلك مختصرا ومتابعا لسلالات أصيلة، ويأتي هنا في أرضية هذا الميدان ليأتي بهذه السلالات مشاركا مشاركة رسمية لنجاحها في الميادين وقوة سرعتها. المركز الأول، نسير إلى المقدمة والصدارة من خلال هذه اللحظات. حذاري راشد بن سعيد بن علي الزرعي يتقدم ويهيمن على المقدمة الأولى، بينما يأتي شعار شرطة ليقدم هنا بن خيرات هذا الاسم ويحتل المركز الثاني مع الوثبة في هذه اللحظات. حمد بن سهيل بن خيرات العامري أما المركز الثالث، فالانتقال إلى شواهين من الجانب الآخر. علي بن سيف بن سالم النايلي يقدم لنا شواهين من تتواجد على المركز الثالث، بينما بن فارس الدرعي يقدم لنا صدى، واسمع صدى صوتك مع ضجة الناس والحس يسري في الضماير حسوسي. هذه صدى حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي بالامس قدم افضل توقيت مع سن اللقاية مع سلالة غازي المختبر، بينما هذه صدى اقوى المرشحات لنيل فوز وناموس في هذا الشوط الاول للانتاج والمنتجين في هذا اليوم. بينما نسير إلى المركز الخامس، ناخذ خامس المراكز، ووصلت ضبة لسالم بن علي بن محمد النيادي يقدم ضبة في هذه اللحظات في المركز الخامس، بينما المركز السادس يتقدم شعار اليابري مع روعة سعيد بن راشد اليابري هنا واصلا متقدما في هذه الإبداعات المستمرة. المركز السابع نتابع هناك شواهين محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي، والمركز الثامن وصلت شلة لمحمد بن خليفة أو لحمدان بن محمد بن خليفة بن قحيد يأتي على المركز الثامن. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، هي نتيجتنا مشاهدين الكرام في منافساتها وانطلاقاتها القوية المعتادة في ميادين السباق من خلال المشاركة والأداء الجميل. عودة إلى الصراع الأول، عودة إلى الزرعي حيث يتقدم من خلال هذه اللحظات بوجود حذاري على صدارة الشوط. راشد بن سعيد بن علي الزرعي يتقدم إلى هذه اللحظات مع المركز الأول، مع ناموس هذا الشوط، مع الناموس وتقدم مع وجود حذاري، بينما صدى تتواجد على المركز الثاني. هذه صدى تعود ملكيتها لحمد بن عبد الله بن فارس الدرعي يأتي في ثاني المراكز. بينما صدى تتواجد على المركز الثاني، المركز الثالث. المركز الثالث غادمة مشاهدينا الكرام، الوثبة، الوثبة لحمد بن سهيل بن خيرات العامري يقدم الوثبة من تتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع هذه شواهين خلفان بن سيف بن سالم النايلي يقدم شواهين من تتواجد على المركز الرابع. أما المركز الخامس فالانتقال مباشرة مع النيادي هنا في هذه اللحظات. هذه اللي وصلت أو هذه مصيحة، مصيحة قادمة. عبيد بن سويد بن صباري العامري يتقدم، يقدم لنا خامس المراكز، والمركز السادس النيادي يقدم ضبة سالم بن علي بن محمد
النيادي وبن قحيد هنا يصل في هذه اللحظات لحمدان بن محمد بن قحيد المهيري حل في المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن غايه علي بن محمد بن قناص العامري، المركز التاسع وصوله من خلال وجود شواهين محمد بن غدير بن عبيد الكتبي، والمركز العاشر عندك يا اليابري في هذه الانطلاقه روعه سعيد بن راشد اليابري. هذه النتيجه لمراكزنا المتقدمه ايها المشاهدين الأعزاء المتابعين الأكارم. أعود إلى حذاري، أعود إلى صدى، صدى وحذاري والاثنين على قائمة الشوط، على قائمة الشوط الأول للإنتاج. شوطنا الثالث عشر في انطلاقات المرمومة في تسلسل أشواط هذا الصباح، ولا زالت المقدمة حتى هذه اللحظات من خلال وجود حذاري. حذاري حذاري مسيطرة، حذاري مسيطرة على المركز الأول، وتتقدم راشد بن سعيد أو راشد بن سعيد بن علي الزرعي يتقدم ما شاء الله. هناك صدى متواجدة، حمد بن عبد الله بن فارس الدرعياتي على المركز الثاني. شوف الثنتين في صراع مشاهدينا الكرام، في صراع مع ال 1400 متر الاخيره، لم يكن البقيه كلام اخر مع خط النهايه الا ان الثنتين خلاص شوف يعني غادر مغادره الناموس والانتصار من خلال هذه اللحظات. يا سلام اشواط الانتاج والمنتجين، تجد السلالات يعني المعروفه والاصيله يقدمها الملاك في ميادين السباق من خلال وجود وكذلك مشاركتهم دائما ومتابعه الفحول المنتجة. 1200 على خط النهاية، 1200 ولا زالت حذاري مسيطرة، حذاري مسيطرة. راشد بن سعيد الزرعي، الزرعي يقودها إلى خط النهاية، إلى خط الانتصار. ها هو مشاهدينا الكرام هنا من خلال هذه اللحظات، الله يصدها في المركز الثاني حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي، والاثنين اليوم يعني يتحركون، كل واحد يعني مسجل نقطة، كل واحد مسجل هذا الأسبوع تحدي جميل ورائع. يأتي في المركز الثالث شعار بن قحيد، هذه اللي وصلت خذت المركز الثالث. يا بن قحيد يا بن قحيد، شلة 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 حمدان بن محمد بن قحيد، ولكني أعود إلى الثنتين، أعود إلى الثنتين. حذاري حذاري مع راشد بن سعيد الزرعي، راشد بوش الملقب، حيث يسير ويقدم كذلك الكثير من انجازاته ويعني مشاركاته الفعاله في الميادين. المركز الثاني صدى قادمه، حمد بن عبد الله بن فارس الدرعياتي على المركز الثاني في هذه اللحظات، اللحظات الاخيره، اللحظات المنعشه، اللحظات المنعشه. يا سلام شوفوا 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 المقدم وحذاري لا زالت مسيطره، لا زالت مسيطره، عصاها في البطان بين ما صدى تتحرك. حمد بن عبد الله بن فارس الدرعي اللحظات الاخيره، حرك بن فارس، حرك الزرعي، الزرعي والدرعي، ولكن الزرعي مسيطر. حذاري للسلطنه، حذاري سلام وتحيه لاهالي السلطنه هنا من خلال هذه اللحظات. راشد بن سعيد الزرعي ينتصر، يفوز، يسجل اول اشواط الانتاج من خلال وجود هذا الاسم، عنوان تحدي منافسه من خلال المشاركه، وهذه امامكم. حذاري تنجز هذا الفوز والانتصار، تهانينا لراشد بن سعيد الزرعي. بينما المركز الثاني وصلت مشاهدي الكرام في خلال هذه اللحظات صدى لحمد بن عبد الله بن فارس الدرعي، ياتي في المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث. شوف هذه اللي وصلت خذت المركز الثالث مشاهدينا الكرام، حلت في المركز الثالث شعار بالصنباري العامري، ياتي في المركز الثالث. بينما هذه اللي وصلت لعبيد بن سويد والصنباري العامري، والمركز الرابع لمحمد بن غدير الكتبي حل في المركز الخامس والرابع، والمركز الخامس عندك يا النيادي. عموما على كل حال نعود الى التوقيت الزمني. تسع دقائق 13 تسع اجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس الى راشد بن سعيد الزرعي على فوز حذاري بالمركز الاول. بينما في المركز الثاني، المركز الثاني لحمد بن عبد الله بن فارس الدرعي، كانت صدى تسع دقائق 15 ثانية تسع اجزاء من الثانيه. المركز الثاني تهانينا والناموس. بينما في المركز الثالث في هذه الانطلاقه وهذا التحدي،
المركز الثالث، المركز الثالث لحظات الوصول، هذه مشاهدينا الاعزاء اللي وصلتنا من خلال هذه اللحظات. شعر بالصنباري، هذه مصيحه عبيد بن سويد الصنباري العامري، 9 دقائق و31 ثانيه وجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس.